الظالمون في ضلال مبين. عباد الله، ربنا امتن علينا بنعم ودائر مننا نوحد نخلص الدين له. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. سبحان الله، آيات عجيبة، في كل شيء آية تدل أنه الجبار، أنه الملك، أنه الحق، الخالق الرازق المدبر جل وعلا. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها. بعد يا أخوانا يجي عبد مسكين ضعيف يعبد غير الله، يعبد البشر، يعبد المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون شيئا، لا يستطيعون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما عندهم حاجة مع الله، لكن عبدوهم، شيدوا قبورهم، رفعوها، مجدوهم من دون الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالجلال وبالكمال وبالعظمة وبالكبرياء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فترى الودغ يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لما ينزل المطر على العباد يستبشرون بنعمة الله تبارك وتعالى، إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه نعم الله على عباده، من السحاب ينزل الأمطار في سورة الشورى، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئس الناس من رحمته، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد تبارك وتعالى. بعد كل ناس يجي يلجأ لغيره من العبيد الضعفاء من المساكين اللي ما عندهم حاجة. عشان كده ربنا بعد ما تكلم عن نعمه في صورة فاطر قال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. أي مخلوق، نبي، ولي، صالح، ما صالح، أي مخلوق، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما عندهم حاجة. يا أخي أنت تدعو لك ما عنده شيء؟ هسه الناس يمشي للقبور، يمشي للموتى، يلجأ لهم، يستعين بهم. ربنا يقول لك ذلكم الله ربكم له الملك، الملك ده كله حقه، سماوات وأرض وجبال ووديان وسهول كله حقه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه قال لك ما يملكون من قطمير. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا
صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، في الآية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين من سورة البقرة جاء أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن بعد أن ذكر الله جل وعلا في بداية السورة شيئا من حال المؤمنين، وختمها بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم ثنى بذكر الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في آيتين. ثم تكلم في 13 آية عن المنافقين، وذكر من شأنهم ما ذكر، وضرب لهم أمثالا منها قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل كأنه إنسان استوقد نار، يعني استعار نار من جنبه ليستضيء بها ويستدفئ بحرها. فالمنافقون كأنهم استضاءوا فقط بمجرد كلمة لا إله إلا الله في الدنيا، فنالوا من فضل هذه الكلمة من حماية العرض وحرمة المال والدم، استمتعوا بها في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني استمتعوا بالكلمة دي في الدنيا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يوم القيامة. والنار مكونة من حرارة وضوء، نور، نور وحرارة. ربنا قال: ذهب الله بنورهم، ذهب عنهم النور اللي بيستضيء به وبقيت الحرارة موجودة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عشان كده يأتي المنافق يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بعد ذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس. قال العلامة ابن كثير بعد أن ذكر المؤمنين والكفار والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب جميعا لهم كلهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكلمة اعبدوا، قال ابن عباس فيما نقل البغوي، قال معناها: وحدوا ربكم. لأن الكفار كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعرفون الله، كانوا يعبدونه، كما قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك، ديل المشركين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. المشركون كانوا يعبدون الله، قال سبحانه في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
قال سبحانه في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج، كانوا بيطعموا الحاج وبيحجوا، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كانوا بيعرفوا الله وبيدعوا. في سورة الأنفال قال جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. يستفتح يدعو. أيضا في سورة الأنفال قال تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم، بيدعو في الله، وإذ قالوا اللهم، لكن دعاء سيء، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بيعرفوا الله وبيعبدوه. ما عدا ربنا قال لهم اعبدوا ربكم، لأنهم بيعبدوا لكن ما أخلصوا العبادة له تبارك وتعالى. العبادة ما خالصة، بيجعلوا معه شركة وبيعبدوا معه غيره. لذلك عبادة الله لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله تبارك وتعالى السبب في وجوب عبادته جل وعلا فقال الذي خلقكم، وكان المشركون مقرين بأن الله هو الخالق كما قال سبحانه في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. بل كانوا مقرين بأن الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تبارك وتعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال سبحانه في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بيعرفوا الله وبيعرفوا بأسماءه كمان. قال جل وعلا في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها. السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمشركين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون الإجابة: لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون كانوا مقرين، بل كانوا يعترفون بأن الله يدبر كل شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. معترفين فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، يعني ما دام عارفين إنه اللي بيسوي ده كله الله، أفلا تتقون يعني ما بترجعوا لله بالعبادة وتصرفوها لله براو ما معه أحد.
أفلا تتقون؟ فذلكم الله، يعني اللي تكلم عنه، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. لذلك عباد الله لاحظ، ربنا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى لعلكم تتقون أي لو حققت التوحيد لعلكم تتقون عذاب الله، يعني بتحقيق التوحيد تتحقق التقوى، وإذا تحققت التقوى نال العبد الجنة. قال سبحانه في سورة مريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال سبحانه في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمنو للمتقين. وهناك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من حقق التوحيد حقق التقوى، ومن حقق التقوى نال جنة الله تبارك وتعالى. قال لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. سبحان الله، ربنا يمتن على العباد بنعمه ويذكرهم بفضله عليهم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سبحان الله، شوف الكلمة دي عجيبة كيف قال وأسبغ، غطاكم بالنعم، ملانا بالنعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المشكلة وين؟ بعد كله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان الله، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، كما قال تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض خاضعة تحت العباد، ما بتتحرك منك، تحت ذليلة. جعل لكم الأرض ذلولا لتمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا. الفجاج دي في الجبال، لما جعل الجبال رواسي، ألم نجعل الأرض مهادا ممهدا والجبال أوتادا، رواسي بتثبت الأرض، والجبال أوتادا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سماوات وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاج الشمس وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجا كثير لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ربنا يمتن على العباد، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض ممهدة، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. الفجاج بالسبل جوا الجبال، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء فوق ليك كأنها بتحفظك، القبة زي العرش فوق ليك وشكلها مقبب. قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبحان الله، آيات عجيبة، في كل شيء آية تدل أنه الجبار، أنه الملك، أنه الحق، الخالق الرازق المدبر جل وعلا. بعد كل ناس يجوا يلجأوا لغيره، من العبيد الضعفاء، من المساكين اللي ما عندهم حاجة. عشان كده ربنا بعد ما تكلم عن نعمه في سورة فاطر قال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. أي مخلوق، نبي، ولي، صالح، ما صالح، أي مخلوق، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما عندهم حاجة.
يا أخي أنت بتزعل لك ذول ما عنده شيء. هسه الناس يمشي للقبور يمشي للموتى يلجأوا لهم يستعينوا بهم. ربنا يقول لك ذلكم الله ربكم له الملك، الملك ده كله حقه، سماوات وأرض وجبال ووديان وسهول كله حقه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه قال لك ما يملكون من قطمير. قطمير قطمير ده حاجة تافهة جدا، لو لقيتها في الوطن ما بترفع ذاته انت، ما بتستفيد منها حاجة. الله قال لك ما يملكون من قطمير. وبعد ده كمان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا اخواننا زول قطمير ما عنده، قطمير ما عنده، وبعد ده لو دعيته ما بيسمعك. يا سلام يا أخي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أها ولو سمعوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. شوف بالله إذا زول ما عنده حاجة وكان دعيته ما بيسمعك، ولو سمعك قال ما استجابوا لكم. وأسوأ من ذا كله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدها قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فوق الأرض والسماء بناء. قال في الزاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. السماء بناها الله جل وعلا. في السودان هنا عندنا من الدجالين والمشعوذين وأصحاب العقائد الباطلة، واحد قال أنا عرشها، ده في كتابة على الختمية، والله لقد ضل وما كان من المهتدين. قال أنا عرشها والكرسي أنا، قال أنا للسماء بانيها ولولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. سبحان الله، أنت ما دام بنيت السماء والأرض وده كله في يدك، تاني الحياة لك شنو؟ قال ولولا الحياء من ربي، وده متناقض ذاته مع كفره وضلاله، ده تناقض. انت كان بنيت السماء وانت السماء والارض والعرش، انت ما بتستحي ذاته تاني يا اخي، انت استحيت وقت قلت الكلام ده. خلي تقول ها لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الذي أنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء، ربنا نزل من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبحان الله، ربنا يقول والله الذي يرسل الرياح. شوف الرزق بتاعك ده بيبدأ من وين؟ يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. من الرياح تشيل السحاب يمشي لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال تبارك وتعالى والله أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تبدأ من الرياح كما قال تبارك وتعالى: وهو الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، يبسط يمد، ده كله مسوي والله، يمد في السماء، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، يكون قوي ومتين وشايل مويه كثيره، ويجعله كسفا فترى الودق قطرات الماء، فترى الودق يخرج من خلاله رياح، تبقى سحاب كثيف يخرج منه الودق قطرات المويه، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لما ينزل المطر على العباد يستبشرون بنعمة الله تبارك وتعالى، إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه نعم الله على عباده، من السحاب ينزل الأمطار في سورة الشورى، قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئس الناس من رحمته، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد تبارك وتعالى. بعد يا اخواننا يجي عبد مسكين ضعيف يعبد غير الله، يعبد البشر، يعبد المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون شيئا، لا يستطيعون، لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما عندهم حاجة مع الله، لكن عبدوهم، شيدوا قبورهم، رفعوها، مجدوهم من دون الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالجلال وبالكمال وبالعظمة وبالكبرياء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. عباد الله، ربنا امتن علينا بنعم ودائر مننا، نوحد نخلص الدين له. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله لما جاءني، الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لذلك ختم الآيات بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تجعل له ند تحلف به وتحلف به الله، تستعين به وتستعين به الله، لا لا، ألجأ إلى ربك. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح علينا بنعمة التوحيد، اللهم احينا عليه وأمتنا عليه،
وبعثنا في زمرة الموحدين يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين، إنك جواد كريم، وقوم إلى الصلاة يرحمكم الله.